يعني المشكلة مش في صلاح التجاني وبس، لكن المشكلة في الفئة دي من الناس. المصيبة بقى إن دول ليهم أتباع بالملايين بالملايين، مش عاديين كده، وناس بتمشي وراهم من بلد لبلد. وآدي الشيخ صلاح الدين أبو طالب بطل حدوتتنا النهاردة، أو بطل السوشيال النهاردة، بيتحدث عن 2 مليون مريد لي. اسمع. ولم اهتم بما ان هو شيخ الطريقه دلوقتي او شيخ الطريقه السابقه، او لا اهتم بذلك، لان احنا عندنا عدد المريدين هو العدد الكبير. احنا عندنا عدد المريدين في مصر يزيد عن 2 مليون مريد في مصر وحدها. بس ده كلام مش فارغ، احنا شفنا الناس فعلا ازاي بتروح له وتمجد له بشكل عجيب وتقول له شعر ومدح فيه. اسمع كده وطرطق ودانك بقصتين شعر، صحيح شعر رديء لكن هو حب. على فكرة لو دول ناس على باب الله كده يعني أرزقجية يعني، وتقول لي مخهم على قدهم والجو ده، أقول لك ده في فنانين ومشاهير ماشيين ورا الشيخ صلاح. ولما تدخل صفحته تلاقي تعليقات قبل ما يعمل كده، تلاقي فنانين وشخصيات معروفة في الوسط الفني والثقافي بيعلقوا له. وده الخبر اهو، فنانون تربطهم علاقة بالشيخ. طبعا بص بقى، بص نشوى مصطفى ما شاء الله تبارك الله، كل سنة وحضرتك نور، الله نجمة مصر المحترمة، هو بيعلق لها بقى. علاء مرسي كل عام وحضراتكم بخير وصحة وسلامة ومدد من الله عظيم، هو بيعلق لعلاء يقول له فنان مصر العظيم. حضرتك علاء مرسي الحب العظيم ومش عارف ايه، ردكم فرح وسرور. حجاج عبد العظيم كل عام وحضرتك في الحفظ والامان والسعاده والنور، مدد المدد، هو رد عليه قال له نجم مصر متالق. الغريب ان حجاج عبد العظيم هيقول لك ولا اعرفه بعد كده، يعني انكر معرفته، او هم نشر كده يعني. ناخد التانيه، اتفضل. سيبك من نشوى مصطفى علاء مرسي، اللي بعده ادي الاستاذة ايمان ابو طالب، كل لحظة وحضرتك بخير والهنا والسعادة. محمد صلاح ادم قبلنا يا سيدي وشيخي وحبيبي. ادي بسنت بكر قبلنا البشرة، قبلنا البشرة يا حبيبي يا بابا صلاح كريم، الحمد لله. ادي انجي، انجي المقدم، الحمد لله رب العالمين. طبعا نشوى مصطفى في الزيطه دي تزيط قوي يعني، يعني تزيط جدا الزيطه دي بتاعتها، في ناس كده خلقت لهذه الزيطه. واحنا قلوبنا شايفاك يا مولانا وموصولين نلوذ بالله ونعتصم به كل سنه، وانت من اهل الوصل والمدد يا وارث. سيبك من غاده، نروح لمنى سلمان، بشركم الله بكل خير. إذن إحنا قدام واحد نمرة واحد بيدعي الراجل إنه له وصل مع الله واتصالات عليا، وده خداع، وده خداع من أجل الحصول على الشهرة والمال والثقة، وله أتباع. الراجل ده الطرق الصوفية تبرأت منه سنة 2017 ورفضت ضمه إليها. أدي هيئة الطرق الصوفية، الأستاذ الدكتور صلاح أبو طالب، بالإشارة للطلب المقدم من سيادتكم ومرفقاته إلى المشايخ العامة للطرق الصوفية برقم كذا للموافقة على إشهار الطريقة الصلاحية التيجانية، وبالإشارة إلى المذكرة المقدمة للمشايخ العامة للطرق الصوفية حول هذا الموضوع، والمقدمة من فضيلة الشيخ أحمد محمد الحافظ التيجاني شيخ الطريقة التيجانية بجمهورية مصر العربية، يتضح منها أن سيادتكم من أبناء الطريقة التيجانية، وأن شيخك هو فضيلة الشيخ أحمد محمد الحافظ التيجاني، وأن الزاوية المشار إليها بكتابكم والكائنة برقم كذا 2 ألف شارع 32 بمبابة هي تابعة للطريقة التيجانية. ثلاثة، أن طلبكم يعتبر خروج على الطريقة التيجانية الأم وسلوك غير صوفي لم يحدث من قبل وغير مقبول ومرفوض تماماً، ويعتبر مخالف للقانون 118 لسنة 76 الخاص بنظام الطرق الصوفية ولائحته التنفيذية، برجاء التفضل بالإحاطة.
احمد خليل عفيفي مشيخه عموم الطرق الصوفيه جمهوريه مصر العربيه. الختم اهو قدام حضرتك. يعني الراجل كان جايب زاويه كده او جامع صغير وقدم من خلال الجامع ده لعموم الطرق الصوفيه انه يعمل طريقه جديده اسمها الصلاحيه التيجانيه. اداره الصوفيه في مصر رفضت القصه دي خالص. وهنا بقى لازم نحدد، انت معركتك دي مع الصوفيه؟ لا، قولا واحدا لا، لانه الصوفيه مش كلهم واحد، فيهم ناس شاذه جدا جدا جدا، وبقول لك جدا، فيهم علي جمعه، فيهم الراجل بتاع وزير الاوقاف الجديد ابو عمه ثلاث ادوار ده زي تويس لندن، فيهم ناس كده، وفيهم ناس تانية محترمه جدا زي شيخ الازهر. الدكتور احمد الطيب ده على فكره صوفي، لدور كده ورا الشيخ احمد الطيب هتلاقيه صوفي، لكن دول ناس ودول ناس تانية خالص، وانت خناقتك مش مع الصوفيه خالص. لكن القصه بالنسبه لنا ان الشيخ صلاح ما اختلفش كتير عن سعد الضلالي واحمد موسى وعلي جمعه، لان احنا لو رجعنا لتعريف الدجال هو شخص بيحتال او بيمارس خدع واحتيال لكسب ثقة الناس من اجل الحصول على المال او الشهرة والاتباع. طب ما هو نفس التعريف ده ينطبق بالظبط ويلزق في السيسي. انما في رابط كمان بين الاتنين دول، بين صلاح التجاني وعبد الفتاح السيسي، غير الدجل، غير الشهرة والمال والسلطة، غير الاتباع اللي بالملايين، في رابط كمان، هو ان الاثنين بيحبهم عبد الرحيم كمال. عبد الرحيم كمال صديق قديم قوي من سنين طويله قوي، شفته وهو لسه طالع السلم، شفته وهو بيجمع قرش جنب القرش عشان يتجوز، شفت عبد الرحيم وعاصرته ودفعت ثمن وقفتي جنبه، التاريخ يشهد. شفتك يا عبد الرحيم وانت طالع السلم وبتقول ما تهونش غير على الغلابه، شفتك وانت بتطلب من طارق نور تليفون قديم هيرميه طارق في الزباله، وانا اللي اتخانقت مع طارق نور علشانك، لان طارق قال له لا التليفون ده انا هبيعه، فرد عبد الرحيم كمال قال لي ما بتهونش غير على الفقير. شفت عبد الرحيم كمال وهو ابيض لسه نضيف قوي، نضيف بجد قبل ما يخش الليله دي، وشفتك كمان وانت مؤلف للنظام ونازل تتغزل في الشيخ صلاح، ده لو حسبنا انه شيخ. عبد الرحيم كمال يعرف الشيخ صلاح ده من سنوات طويله، يمكن من 30 سنه، لان انا في بيت عبد الرحيم شفت صوره الشيخ صلاح. ما هو انا نسيت اقول لك ان برضه من ضمن الاتباع ان تعلق صورته في بيتك، زي صوره العذراء مريم كده اللي بيعلقوها اخواننا المسيحيين، او صور المسيح، او صور الحاجات دي، الايقونات دي، الأتباع بتوع الشيخ صلاح بيعلقوا صورته في البيت، بتتوزع الصورة كده وتتحط برواز، ولازم تحطها في البيت، وكل ما كان حبك أكتر للشيخ كل ما كانت الصورة أكبر. في السياسة بيعملوها، اللي بيحبوا عبد الناصر بيعلقوا صورة عبد الناصر، واللي بيحبوا السادات بيعلقوا صورة السادات. هي صفة عندنا احنا المصريين، صفة كده، المسيحيين يعلقوا صور دينية، المسلمين يعلقوا صورة ياسين، السياسيين يعلقوا صورة عبد الناصر والسادات، خاصة عبد الناصر، وأتباع الناس دي بقى يعلقوا صورهم. فشفتك يا عبد الرحيم، شفت صورتك، صورته في البيت، اللهم صلي على سيد الخلق سيدنا محمد الخاتم لما سبق والفاتح مش عارف ليه، كان جملة كده بيقولها عبد الرحيم. يعرف الشيخ صلاح ده من أكتر من 30 سنة. عبد الرحيم بقى بيحب الاثنين، الشيخ صلاح هو من مريديه، والشيخ عبد الفتاح. وصلاح وعبد الفتاح ده متهيألي ده بتاع سجق وبتاع لانشون وحاجات كده. عبد الرحيم جمع صلاح مع الفتاح. عبد الرحيم اللي بيتغزل في الشيخ صلاح ده لو حسبنا انه شيخ. خلينا نشوف عبد الرحيم كاتب له ايه بقى. ادي حبيبة الزين، الله الله الله، ادي كريم، انسى انسى مروة، ازيك يا مروة. عبد الرحيم كمال الحب صار له بيت، وبارك الله في صاحب الحب وصاحب المقام الكريم.
وهنا بيقول له وحضرتك طيب وبألف خير وسعادة سيدي وأبي وحبيبي وتاج روحي عبد الرحيم كمال. لا ده كاتب له الغنوة بتاعت الموجي ووردة في فيلم ألمز وعبد الحمولي روحي. لا مش الموجي ده فريد الأطرش. روحي وروحك حبايب من قبل ده العالم والله. حد ينسى الغنوة الحلوة دي بتاعت وردة؟ دي لحن فريد الأطرش، غنوة حلوة قوي. عبد الرحيم مرة كتبها له كده، روحي وروحك حبايب من قبل ده العالم والله. أفكرك بالكاتب عبد الرحيم كمال اللي السيسي ترك له الفن في مصر يعمل فيه ما بداله. أهو أهو. لا فين هي؟ لا مش هي دي، دي عادية أبي وحبيبي، دي هي. فين التانية بتاع روحي وروحك حبايب؟ أيوة أهي من ورا أهي أهو. اسألوها في السورة. والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وعلى آله حق قدرك. السورة اللي ورا، الكلمة اللي ورا دي هي دي اللي عبد الرحيم حاططها عنه والدهاني. عبد الرحيم كمال كان كتب له روحي وروحك حبايب، أنا فؤادي متيم من قبل يوم التلاقي. الله عليك الله عليك يا أستاذ فريد الأطرش. تخيل إن فريد لحن لوردة، غريبة دي صح؟ وأغنية حلوة جدا، أنت لو سمعتها هتحبها أوي، وجات في فيلم ألمز وعبد الحمولي. ماشي يا عم خلاص، ما احنا عرفنا بقى إن الراجل ده من أتباعه. الأخ عبد الرحيم كمال ده السيسي ترك له الفن يعمل فيه زي ما هو عايز. ليه؟ لأنه الباسورد كان السيسي مع الست اللي بتشرب سجاير رديئة أم صوت تخين، فالسيسي كلمه ومن هنا اتفتحت له أبواب السعادة. اسمع. الحوار بتاع الأستاذ عبد الرحيم وحضرتك يعني كان يدعوني لل إن أنا يعني أولا أشكرك على الكلام الرائع ده وعلى الشخصية الرائعة تتحدث بشكل الحقيقة يعكس يعني حجم من المعرفة وحجم من الرقي الفكري والثقافي. بقول له عايز أقول لك إيه، جهز اللي أنت عايزه وأنا معك. بس ودي كانت كلمة السر، اعمل اللي أنت عايزه يا عبد الرحيم وأنا معك. وفعلا راحوا عملوا سوا مسلسل دمروا بيه التاريخ اسمه الحشاشين، وبعدها طلع يصيح ويقول لك الاخوان ضايقوا من المسلسل. اسمع. ظهور شخص دنيوي يلبس ملابس الدين ويتكلم بلسان الدين وهدفه سياسي بحت وهدفه دنيوي بحت، لكن يملك علم ويملك حجه ويملك، ده بالنسبه لي شخصيه فاتنه ان هو كمان مصدق في اللي بيقوله. وليه؟ انهم تفسيرهم دايما يعني هو المسلسل عملهم ورطه شويه، ان هو تفسيرهم الاساسي لكل شيء هو تفسير سياسي مرتاب. يا ولا يا ولا، بالورش بورش الكتابه. يعني صلاح التجاني والسيسي وعبد الرحيم كمال هم صيغة لدين ووعي مزيف يراد له أنه ينتشر. وهنا نروح بعيد. ليه؟ السيسي نفسه قالك أنا مسؤول عن دين أم الشعب ده، سوري عن دين الدولة. هو السيسي قال كده.